فين بس يا ندى؟ اعجل الرجالاته؟ ما حدش غريب يا كامله. يكون راح فين؟ يكونوا ردوا حركه المأمور يا حاج. بيقولوا راح مع صاحبه الصايع. يمكن ابو ذكري. ولدي فين يا محمد؟ قلت لك مش عايز اشوف وشك. عايز اعرف ليه كارهني وكاره ولدي؟ خد مرت ابوك من وشي يا خيري قبل ما اعمل جناية. راح فين؟ عاوز ارقص. انا لو منك هقلع كده واغير هدومي وافرفش واعيش الحياه. طب ممكن اطلب منك طلب واحد بس؟ انا عايشة عشان طلباتك. اطلب يا قمر. افتح البلكونة نشم الهواء، حاسس اني مخنوق، وبعديها نتفاهم ونعيش الحياة. ايوة كده فوق. افتح البلكونة. تحلم بالجنية؟ يا توحيد مالك تايره في هودي الليل ليه؟ قعدتنا كده من غير عيل ولا تيل، شفت في المنام اني حموت. يبقى عمرك حيطول. نام يا توحيد واحد الله، ده انت اسمك توحيد. نام وقول يا رب ربك حاضر ليس غايب. ونعم بالله. اسمع يا سيد، لو نفسك في العيال اتجوز. اتجوز تاني؟ ما انا متجوز. اتجوز يا سيد، جيب لك عيل صغير اربيهولك بدل عيال البلد اللي ربيته. ما قلتهاش وانت صغيره. ما هو عشان كبرت وحموت وافوتك وحدك. ما كفايه عليا انت والجنيه. قول الكلام ده لغيري. اتجوز يا سيد. ما مصدقاش انت. طب مبروكه مبروكه، طفي النور يا مبروكه عشان ننامه. أنا ما يهمنيش ولا ميت عفريتة، وبرضو هتتجوز. كده مش هتقدر تطلع السلم. خش ريح رجلك في الأوضة اللي جوه. سنده يا جود. حاضر يا حاج. سنده يا جود لحد جوه واطلع. ومحدش يسأله عن حاجة. سلامتك يا ولدي. الله يسلمك يا حاج. ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، دي حادثة. حادثة؟ لا ألف سلامة. حماد.
نعم يا ابوي. رجلك دي مكسوره، التانيه سليمه صح؟ صح. هكسرها لك وهنسر الكرباج ده على جسمك لساير لو ما قلتليش ايه اللي حصل. دست على رجلي عربيه. كداب! انا عارف كل حاجه، عارف كل حاجه. عارف امار، بس عايز اعرف منك ايه اللي حصل. والله العظيم ايه اللي حصل وصاحبك خدك على فين؟ وقعت من حته عالي. ايه؟ من بلكونه. بلكونه مين؟ واحد صاحبي. هتكذب علي؟ عجينة يا اما، العجينة يا اما. اما يا ولد امك، وربنا عالم لو ما قلت الحقيقه ما هتطلع من الاوضه دي على رجليك، هتزحف زي التعبان زحف. قول قول. قول. هقول يا ابوي، هقول. افتح يا حاج، يا حاج افتح يا حاج اشوف ولدي. يا حاج حرام عليك، الواد مش حملك. يا لهوي. من طلعت الشمس واجي فينا فض هدومه، الهم من طلعت الشمس واجي فينا فض هدومه، بننام وهو ما بينامش، مستني لما نجومه، مستني لما نجومه. انت مين يا بنتي؟ انا نوال، شيعتني فرحه مطرحها. امال فين فرحه؟ مشت ومش هتيجي. طيب رد عتاقه وروحي وما تجيش. حاضر يا حاج. ايه ده؟ ازيك يا زينة؟ ازيك يا حاج؟ الحاج محمد ابو دياب، والله ما مصدقه، خطوه عزيزه يا حاج. اتفضل اتفضل. اهلا يا حاج. تشرب ايه يا حاج؟ تشرب ايه؟ اما انا ما عنديش دم. تتعشى ايه؟ حمام؟ انت بتحب الحمام؟ حمام ايه عاد؟ حامي في الليل. طب تأمرني بايه؟ زينب، انت زمان كان عليك صنية مخروطة ولا واحدة في البلد تعملها زيك. اسم الله عليك يا غالي. فاكر؟ والنبي لا تكون عندك غرقانه في سمنتها وتسبقك لحد البيت. تسلم ايدك. ازيك يا فرحه؟ فرحه حلوه ومليحه، ما دام انت جيت لحد هنا يا حاج، هروح اعمل في صينيه المخروطه. المخروطه هتاخد وقت كبير، وانا عاوز اتكلم معاك. انت تؤمر يا عم الحاج. انت زعلانه؟ وهزعل ليه؟ وما ينفعش تزعلي. معقولة فرحة تزعل؟ ما تبقاش فرحة، تبقى زعلة. أنا زعلة؟ هتيجي لتقوى ميتة. ما أنا شيعت لكم نوال. وأنا مشيتها. عاوز أرجع بكرة ألاقي الفرحة رجعت بيتنا ومعها الرايب بتاعي أنا ومهران. ماشي يا عم الحاج.